thank you very, very much to everyone who is doing, inshallah, this work will be in the blessings of good days. This continuous you're doing, and for the people in Syria in the beginning of the winter, these people live in a very bad human condition, especially the people who live in the refugee camp. They are cold, hungry, and need clothes. So I am sure when nation don't work with them in the beginning of the winter, Jazakumullahu khairan, and may Allah accept of you. يا عمري اللي راحت أحلامها وهام إن كان ما ضمت يمينك إيميني يا وجدي إن هبت دعاذي على انسام من عضت شفتي وفركات يديني وجد الصغير اللي دخل دار الايتام من بعد موت امه وابوه السجيني عليك اللي صدتك مثل الاعدام من بعدها ما عاد تحسب سنيني الامر لله يا هوى الله إن شاء الله يرزقهم إن شاء الله ويستر عليهم مثل ما يستر علينا الله يرزقهم إن شاء الله ويديهم الخير إن شاء الله هل أتت منظمة وزعتكم عباية نساء لا والله الاستعمال ما أجت أول مرة الله يهنيك ان شاء الله وكيف نجيبونا ان شاء الله الله يسلمك رازل انسيت المناشن بزيت عبايا يومي بزيت ومن الزبير بيحب المسان بزيت ان الدعاء فوري جزاكم الله خيرا بارك الله بكم and we ask Allah to make this work in the blessings of good day to send you very very much ان شاء الله الله يستر عليك ان شاء الله الله يرزقكم ماما الله يرزقكم ان شاء الله Hey,